بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الإخوان مرحبا بكم كاملين، أتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم دائما على المشاهدة ديالكم والتتابع ديالكم القناة ديالي المتواضعة والبسيطة. اليوم تفكرت الخدمة ديالي، الصراحة تفكرتها وتوحشت الخدمة ديالي، توحشتها زعما بواحد الشكل ما نعاودش لكم. والله العظيم من توحشتها جبات الماكينة نطلع ليها، مسكينة راه شحال وهي زاقية، شحال ما خدمت بيها. صافي من نهار بدا هاد الوباء الخدمة وقفات عندنا، وكنطلبوا الله الله يرفع لنا هاد الوباء باش نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية يا رب. بسم الله، الماكينة ديالي هنا شعلتها، درتها تسخن. عندي واحد جلابة، صافي ما بقيتش كنلبسها. صافي المهم لبست فيها واحد المده، الله يجعل البركه، قنعت منها. المهم بغيت نصدقها ولا شي حاجه، المهم نصدقها، نحسبوها صدقه ان شاء الله. وما بغيتش نعطيها هكايا، بغيت ندخل عليها تحسينات. قلت علاش لا ما ندخلش عليها تحسينات بماكينتي ونتفكر ماكينتي في نفس الوقت. تابعوا معايا تشوفوا كيفاش غنرجع الجلابه، غنرجعها جديده. باش غنخدم هاد الجلابه، هنايا عندي لي ستراس، هنا عندي اللون ذهبي تقريبا في اللون ديال الجلابه. هنايا عندي الكريستال، هذا الكريستال هذا راه غالي شي شويه. دابا هذا كيعطي هذا اللون، الا حطيتيه في ثوب كحل في الاخر ملي كيتخدم كيعطيك لون كحل. في الزرق كيعطي لون زرق. اي لون حطيتي فيه هذا الكريستال هذا كيعطي اللون ديال الثوب. هو شي شويه غالي، راه كيدير 5000 ريال الباكيه. فاش كنا خدامين قبل هذا الوباء كنا كناخذوه ب 5000 ريال الباكيه، ودابا ما نعرف. عندي هذا بالكحل، داك الاخضر اللي كيبان لكم راه سميتو غير الكولا، اما بالنسبه للستراس راهم كحلين. انتم غتشوفوا معايا الخدمه كيفاش وتشوفوا معايا الالوان. دابا باقي ما درتش اش من لون، حتى نحط جلابه في البريصه، هذاك غيبان لي اللون اللي غادي يجي معاها وغنخدم. بسم الله على بركه الله، البريصه ديالي هي سخنات، حنا كنسميوها بريصه ما نعرف كل واحد واش نتي يقول ليها، المهم معروفه بالبريصه ولا المصلوحة ولا. شفت الجلابه ديالنا هكا. البنات اللي باغا تخدم اول مره، راه كاين واحد المشكل تيكون في هاد الخدمه ديال المعلم، اللي ما كانتش الوحده خادمه على يديها تيكون الحرير فيه النيلو. الا كان فيه الحرير، الا كان فيه النيلو راه غير تهبطي عليها البريصه هكايا، اين فوا تهزي البريصه غتهز معاك الخدمه، غتلصق لك في السطح ديال البريصه. اللي بغات تخدم شي معلم توصيه ديما يدير ليها الحرير، الحرير اللي هو دوريجين، ما يديرش ليها ديال النيلو. بسم الله، كما قلت لكم عندي هذا اللون، هذا اللي هو اللون ديال الجلابه. عندي هذا، وعندي هذا هاد الكحل هذا. دابا انا غندير غير ميزاني، غنشوف اللون اللي غادي يجيني مع الجلابه هو باش غنخدم. خلاص هاد اللون راه ضروري غادي يدار، بحال دابا هاد الوريدات نقدروا نعمروهم بالصفر هكايا. وهاد البانسفيل ضروري يكون في يديكم، تيعاون على الهزان ديال لي ستراس. كما قلت لكم والله القسم الا توحشت الخدمه، والله الا توحشتها، وحتى الكليان ما بقيتش كنشد من عندهم بزاف. على اساس ما نقدرش نسخن البريسه على بياسه واحده، هنا غندورو بالصفر، غندير وحده بالاسود الوسط، وغنجيب هذا ديال الكريستال هذا باش ما تجيش هذه الثاني طاش ما مشارجيه بزاف. نخدمو مثلا وحده ونفوتو جوج في هاد العوينات هادو.
هاد الرويسات هادو ممكن تخدموهم بالاسود. المهم شتي بالنسبه للخدمه، بالنسبه للوان عينكم ميزانكم. نجيب هاد الصفر هذا، غنرش بيه هاد الرويسات، عاود ندير غير رشات خفافات باش تجينا الخدمه متوله وتجينا زوينه، عاطيه منظر زوين. الله يهدي علينا الناس ديال الكازا، خلاص يخدموا باش نبداو مع رحنا ملينا من الجلسه. انا بعدا رانا مليت من الجلسه الصراحه. تقال بحال هادي نديرو فيها غير ثلاثة في الجناب وندخلو بالوحدة كحلة في الوسط. لو كنمشيو على هاد الشكل هذا حتى كنساليو الخدمة ديالنا. خدمة قلت لكم ممتعة، بعدا هاد الخدمة انا كنلقى فيها راحتي ما نكذبش عليكم. عرفتوا علاش كنلقى فيها راحتي؟ لانها مدوره منها الحركه وعايشه منها الحمد لله. زعما كاين ما يدار، ماشي الانسان راه يقول لك رانا ديك الحاجه ولفتها غير هكاك، راه كاين علاش. راه ما يمكنش الوحده غتولف واحد الحاجه غير هكاك، راه كاين علاش. ايوا الصراحه هي هذه، انا كنقول لكم اللي كاين. دابا هنا ضربت هاد الورادي بجوج، دابا غنهبط البريسه ديالنا هكايا، نهبطوا هاد الوتد هذا باش نزيروا عليها وغنخليوها واحد المده جوج دقائق دقيقه، المهم ما بين دقيقه جوج دقائق راها كافيه باش غادي تشد. وبالنسبه للثوب هذا اللي ريحانه غليت شويه، اما بالنسبه للثوب بحال بوسليم وهذا، بوسليم راه في ساعه اقل من دقيقه كتشد. وديما الريكلاش يكون على الحد ديال الجهد، نجهدوها مزيان. كما قلت لكم الله يبعد علينا هذا الوباء باش تجينا الخدمه، والله الا توحشنا نخدمه الصراحه. انا كنحلف لكم من نيتي بلا توحشت الخدمه. ايوا اللي كاين هو هذا، واش الانسان مثلا خدمت واحد المده ديال 4 سنين او 5 سنين خدمتها يوميا يوميا نهار على خو، هذه هي خدمتي، كانت تسرح غير شهر في العام. مثلا شهر 8 صافي، شهر 8 كان ساليو وكنبداو في الاخر ديال شهر 9 ولا هكايا. ودابا راه ريحت عام، راه حشومه كاع خايبه التعويضه باش نجلس عام ما نخدمش، حشومه. طلقت في الراندا، طلقت في الكروشي، طلقت شحال حاجه طلقت فيها، هذه ما قدرتش نتفرق عليها الصراحه. البريسه ما قدرتش على فراقها والله العظيم، وليت مدمنه عليها كما كنقولوا. صافي نخليوها دابا تبرد، وها لي ستراس ديالنا لصقوا، ونكمل معكم الورده الثانيه ونوريكم الشكل النهائي. الجلابه ديالي يعني ساليتها، هتبرد دابا وغنوريكم الشكل النهائي ديالها. صافي لي ستراس راه شادين، راه ما يمكنش غير تقلعوا ما والو، ها نتوما تتشوفوا. انا رجعت معكم نوريكم الشكل النهائي ديال الجلابه، دابا نقرب لكم التصوير. وهذا هي الزواقه كيفاش غاديه. بالنسبه للالوان البنات راه نتوما تحددوا الالوان لراسكم. دابا حنا ملي كتجينا الخدمه راه المعلمه كتروم على حساب اللون ديال التواب. وبالنسبه للاخوات اللي ساكنات في كازا، ما تقولش ليا شي وحده راها مصايبه ما تخدم، ولا راه هذه الخدمه موجوده في درب السلطان بالضبط، عندك درب السلطان وعندك تيسير، حي تيسير راه موجوده في هذه الخدمه وبثمن. حنا دابا بحال هاد الرشمه، شوفوا قداش، غنبين لكم الرشمه قداش، شفتوها تقريبا راه فيها متر.
دابا هنا بالنسبه ليا انا راه نقدر نخدم هنا غير بواحد الثمن بسيط، ما تنفوتش فيها 2 دراهم ولا 2.5 دراهم، ولكن المعلمات من كازا راه كيجيبوها بثمن، كيجيبوها باكثر من 10 دراهم. انا للاسف ما قدرتش نجيب الخدمه لراسي لظروف شخصيه، عندي العائله ما يبغونيش نبقى في الزنقه حتى الليل، لانه الخدمه في كازا ما كتعطاش حتى 7 د العشيه. ايوا ملي تشدي الخدمه مع 7 د العشيه عادك تخرجي عند المعلمين تاني تروومي ليها الحوان، تروومي ليها تاني العقيق ديالها ولا السطراس وداكشي، وما كتشدي الطريق من كازا حتى للتسعود وتوصلي الاخر يبقى مع 11 ونص ولا 12 الليل. المهم ظروف ما نقدرش نبقى في الزنقه حتى لذاك الوقت، ما متعوداش على نبقى برا. المهم تحياتي للناس اللي خدام، العيالات اللي خدامات، ماشي انا كنعايرهم ولا شي حاجه، ماشي كنناقدهم ولا شي حاجه، المهم انا عندي ظروف وصافي. هذا بغيت غير نوصل الفكره للناس اللي في كازا، راه كاين ما يدار. شي وحده تقول لي ما كايناش خدمه، موجوده الخدمه للبنات اللي بغات تخدم، راها موجوده الخدمه وثمن زوين. وكنتمنى لكم التوفيق، ونتمنى تعجبكم هذه الخدمه وتنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى حتى حنا ان شاء الله تحركنا الحركه ونخدموا على روسنا كيف ما مولفين. والى اللقاء في فيديو قادم اخواني اخواتي.